شن طيران العدوان السعودي 10 غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان السعودي شن أيضا 8 غارات على شبكة الاتصالات بمنطقة مران بمديرية حيدان. كما نفذ الطيران السعودي المعادي أيضا 11 غارة على منطقتي القمع والمليل بمديرية كتاف. وأشار المصدر إلى أن 6 غارات جوية نفذها العدوان السعودي على منطقتي آل جراد ومجدع في مديرية باقم دمرت 4 منازل، كما لفت إلى تحليق مكثف للطيران المعادي على سماء مدينة صعدة ومديرية المحافظة. هذا وقد